في شهر رمضان كثير من الناس متحمسون لقراءة أكبر عدد من الصور والآيات بل ختم القرآن الكريم، وهذا في حد ذاته فعل جميل، لأنه في كل حرف من القرآن حسنة وتلاوته عبادة، ولكن لا يجب اعتباره مصدرا للحسنات فقط، لأن العبرة من قراءة القرآن هي النتيجة، والنتيجة هي ماذا استفدت من قراءة القرآن، وماذا غيرت هذه القراءة في حياتك، في سلوكك، في علاقتك مع الله عز وجل تأثرا بالنبي الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نتذكر وصف السيدة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. وبالتالي هل إقبالنا على القرآن في شهر القرآن يكون بالتدبر واستذكار المعاني أم مجرد تلاوة دون معنى؟ فلابد للصائم منا أن يسأل نفسه هذه الأسئلة وهو يقرأ القرآن. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأخيرا، إذا كنت تبحث عن الطمأنينة أذكرك بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. إلى اللقاء.